السلام عليكم، معكم الدكتور طلال نقار. اليوم حتتابع معكم بسلسلة أخلاقيات الطب. حاليا عم نستعرض المبادئ الأخلاقية اللي على أساسها بنقيم شو بدنا نعمل لما بيكون في عندي معضلة أخلاقية. اليوم حنناقش المبدأ الرابع، هو مبدأ العدالة. المقصود بالعدالة هو العدالة في توزيع الموارد. نحن عندنا الموارد الطبية مهما كان حجمها فهي موارد محدودة، وبالتالي في ظروف استثنائية بالكوارث والحروب رح يصير في عجز عندي، رح يكون في عندي عدد محدد من الأسرة، عدد محدد من أجهزة التنفس وغيرها من التجهيزات الطبية مقابل عدد كبير من المرضى. كيف بدي أقدر أوزع هاي الموارد بشكل عادل على هدول المرضى؟ هذا هو حيكون موضوعنا اليوم. حيكون دردشة سريعة، حأتطرق لقضية ناقشتها سابقا على الفيسبوك على حسابي، هي معضلة سكة القطار، حأستعرضها بسلايد اللاحق. مرة ثانية، المبادئ الأخلاقية الأربعة اللي بتضبط أي عمل بنقوم فيه طبيا هو المبادئ الأربعة: الاستقلالية، احترام استقلالية المريض وحريته باتخاذ القرارات، عدم الإيذاء، المنفعة، والمبدأ الرابع هو العدالة. طيب، معضلة سكة القطار هي دردشة لطيفة حابب اسمع رأيكم فيها. القصة بتبدأ انه في عنا قطار ماشي بشكل اهوج غير قابل للتحكم، متجه باتجاه محطة. هاي المحطة في عامل سكة قاعد بهي المحطة، عامل سكة بيقدر يحول سكة القطار، في هي وظيفته اصلا لما بيكون في عنده خطوط معينة، القطار رايح على هاي المدينة او هاي المدينة، فهو بيحرك سكة القطار، فهذا بيقدر يعمله هذا الشيء. هذا القطار جاي بشكل أهوج لا يمكن إيقافه، عامل المحطة واقف على السكة وقادر يحول المسار، بينتبه إنه القطار جاي، لو بقي على سكته في عنده 5 أشخاص مربوطين على السكة، في حدا ربطهم لا يمكن فكهم أبدا، ما في وقت. لو القطار مشي حيتم بمساره الأصلي حيموت هذول 5 أشخاص. بالمقابل على السكة الفرعية أو السكة الثانية، لو إنه هذا عامل المحطة عمل تحويل للسكة، في شخص واحد مربوط على السكة وكمان القطار حيدهسه وحيتسبب بوفاته. شو هو الشيء لازم يعمله عامل سكة القطار؟ هذا هو السؤال اللي ناقشته مع العديد من الزملاء على حسابي على الفيس. أظن فيكم تلاقوا النقاش إذا بتحبوا تقرأوه، ربما الحكي عمره 2 تقريبا. وهلا برد بحب اسمع منكم اللي حابب يبدي رايه، انه لو انت مكان عامل سكه القطار شو راح تعمل؟ طبعا احد الاشخاص راح يقول لي انا بروح بفكهم الخمسه وبرد بفك الشخص الثاني، بدي انقذ الجميع. ترى انت ما حتقدر تعمل هذا الشيء، انت بموقع ما عندك وقت غير انه اما انك ما تعمل شيء او انك وتخلي الخمسه يموتوا، او انك تحرك السكه تعمل سويتش وتخلي الشخص الثاني يموت وبالتالي تنقذ الخمس أشخاص. هلا احد جزء كبير من المعلقين، وهلا ربما اللي عم يسمعوا رح يقول لك انا ما بدي اتصرف، انا ما رح اكون بهالموقف اصلا، وبالتالي انا ما بقدر اتصرف بهالمواقف هي. طيب، انا ما عندي مشكله ابدا، فعلا مو كل الناس قادرين يقوموا بدور هذا عامل السكه، مو كل الناس عندها القدره على اتخاذ القرارات بهالقرارات الصعبه بهي الظروف. بس اتمنى من هدول الناس اللي ما هم قادرين انه يقوموا بعمل عامل سكة المحطة بهي الظروف الصعبة، انه ما ينتقدوا على القرار اللي اتخذوا، يعني ما يتهموا بانه اول شيء لو انه ما عمل اي شيء مثلا وخلى الخمسة يموتوا وما وانقذ هالشخص، عمليا انقذ شخص وضحى بخمسة، ما يتهموا بالتقصير وانه ما بيعرف يتصرف. وبالمقابل لو انه عامل السكة عمل عقله، سأل عقله وحكم عقله ولقى انه لا، يضحي بواحد وينقذ خمسة، فهو ربما هذا الخيار الصحيح، ما يتهموا بانه هذا مجرم وانه هذا عم يفضل شخص على 5 أشخاص او 5 أشخاص على شخص. ما لك قادر تتخذ القرار وما عندك القدرة، وهذا الشيء مرة ثانية بحترمه، مو كل الناس عندها القدرة تكون بمكان عامل المحطة. هذا المسكين فعلا اللي ربما انتم عم تفترضوا انه هذا الشخص، احتمال كثير، خليني اقول احتمال قليل، يعني هذا تخيل صراحة. عملنا كأطباء عناية، وخاصة نحن بزمن الكورونا، هلأ هو عامل سكة المحطة تماما. لما أنا بيكون عندي سرير عناية واحد فقط وعندي 10 مرضى تعبانين، فأنا لما حأختار واحد من أصل هالعشرة أنا حقوم بدور عامل السكة تماما.
فاما انه انت ما بتقدر تقوم بهذا القرار، ما فينك تشتغل مكان عامل سكه المحطه، وهذا بيحترمه فيك وانت مو شغلتك اصلا هي الشغله، وغير قابل تعمل تحت الضغط. بس على الاقل احترم اللي عم يعملوا عامل سكه المحطه بغض النظر عن قراره. ترى وضعه سيء جدا عامل السكه، لانه هو لو ما عمل شيء ضميره حينبه، لانه الخمسه ماتوا كان فينا ينقذهم، ولو عمل شيء كمان ضميره حينبه لانه ضحى بشخص وانقذ خمسه، فما هو بوضع ابدا جيد. بالنهايه هو بيقدر يعمل فعل ايجابي وينقذ خمسه ويضحي بشخص، فهو عمل فعل ايجابي. ممكن هو ما يعمل فعل سلبي، انه هو فقط يتفرج ويتسبب بوفاه خمسه. هلا ربما يقول الناس انه ما هو السبب عمليا. لو شخص ماشي بالطريق ولقى طفل مثلا او رجل او امراه، احد السيارات اللي قبله صدمتهم وعلى طرف الطريق والشخص عم ينزف، لو ما انقذه، لو ما اخذه على المستشفى وترك ومشي، وفي ناس بتعمل هذا الشيء لاسباب مختلفه، فدم هذا الشخص هو صعيس السائق الاصلي، هو اللي صدمه، هو تسبب بوفاته. الشخص اللي ما انقذه كمان هذا فعل سلبي، في بكثير من دول العالم يعتبر هذا مشارك بالجريمه، لانه لو انقذه ووقفه واخذه بالوقت المناسب على المستشفى كان ممكن ينقذ حياته. فهذا اسمه القتل بالفعل السلبي. فحتى الفعل السلبي اللي هو انه انت كان فينك تعمل شيء وما عملته يعتبر مشكله ببعض القوانين، وحتى اخلاقيا يقارن بالفعل الايجابي. يعني معنى اخر، من ميز بين الفعل السلبي والفعل الايجابي، الفعل الايجابي ان انا اقوم بفعل معين ينتج عنه كذا وكذا، الفعل السلبي اني انا كان فيني اعمل هذا الشيء وما عملته وبالتالي نتج عنه كذا وكذا. هلا هي القضية ما هي قضية أنا مخترعة، فيكم تبحثوا عنها على جوجل، على الويكيبيديا، على اليوتيوب، مناقشة من 100 سنة لقضية أخلاقية وفلسفية وشهيرة، في لها تفريعات كتير، إنه لو كان هذا الشخص اللي على الطرف الثاني من السكة هو ابنه لعامل القطار شو راح يعمل، لو إنه عامل القطار كان في، يعني في تفاصيل كتير أو تفريعات كتير بتناقش قضايا أخلاقية مختلفة متعلقة بهالحالة. ربما كثير مرة تانية يظنوها هذا افتراضات وما حتصير، هي فعلا ما حتصير، بس اللي عم يصير هو شيء تاني مختلف تماما تماما، اللي هو عم نعانيه حاليا بأزمة الكورونا. لما بيكون في عندي موارد محدودة، هذا الشيء صار بإيطاليا وبفرنسا وببريطانيا وهلأ بأمريكا بأماكن مختلفة موجودة هي المشكلة. الموارد محدودة، عدد المرضى كبير كثير كثير، وبالتالي أنا لازم حكم قواعد محددة سلفا لحتى أعرف أختار مين الشخص اللي بياخذ العلاج، ومين الشخص اللي بينتظر، ومين الشخص الاحق بالعلاج لو بيكون في عندي حاله انه اما هذا او اما هذا الشخص او هذا الشخص. بحب اتشكركم على المتابعه، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بتمنى اني اسمع رايكم وتعليقاتكم. مبدا العداله بحاجه لشرح كبير، انا هذا الجزء الاول بعتبره توطئه، إن شاء الله بالمحاضرات القادمة هنناقشه بالتفصيل بشكل أكثر أكاديمية. تابعوا معنا وإن شاء الله يا رب يكون خير. السلام عليكم.